عدد الأهداف البالغ 346 هدف في 658 مباراة كاف وحده ليتحدث عن أيان راش الهداف الأعرق على الإطلاق في ليفربول، حيث أصبح هذا الولزي المهاجم الأفضل دائما وأبدا في الكرة البريطانية. دفع ليفربول 300 ألف جنيه استرليني لنادي شيستر سيتي عام 80 نظير خدماته، وأصبح أغلى لاعب إنجليزي لم يبلغ حينها 20 من عمره، لكنه كان يستحق ذلك فقد حطم كل أرقام الهدافين بتسجيله 44 هدفا في مسابقة كأس إنجلترا، 5 منها في نهائي الكأس و20 في المستوى الأوروبي. وهذه فقط بعض الأرقام القياسية التي حققها راش. قيل أنه كان اللاعب الذي يقف في خط الدفاع الأول في الفريق بتعطيله للمقاومة في نصف ملعب الخصم، فقد أمضى مسيرته مع ليفربول في فترتين، حيث غادره في عام 87 ليلعب مع فريق جوفنتوس الإيطالي. حين عاد بدا وكأنه لم يغادر ليفربول أبدا، حيث أحرز معه 5 بطولات وكأس الأندية الأوروبية مرة واحدة. اختير كأفضل لاعب في الدوري، حيث سجل هذا اللاعب رقما قياسيا في عدد الأهداف التي سجلها في ديربي ميرسيسايد والتي بلغت 25 هدفا، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في عام 84 حين سجل 32 هدفا في الدوري. اختير أيضا كأفضل لاعب في السنة مرتين على المستوى الدولي، حيث قاد منتخب بلاده ويلز وسجل له رقما قياسيا في الأهداف بلغ 28 هدفا من 73 مباراة. بهذه الإنجازات كان أمر عودته إلى ليفربول بديهيا كمدرب وأخصائي في الهجوم الحديث.